مش عارفين انا مين ولا ايه؟ حلو قوي كده، شفتني؟ حلو قوي، شفتني وانا عامله كوره؟ خدت بالك؟ لا لا لا، ده كده بقى زي الفل. ده لما يتعلم ضرب النار كده هينفخنا. ده قدامه شهر اما يبقى كويس. ده انا يا لهوي. نعم، حاجه ولا ايه؟ قدامك شهر، ده كوش هينيجي هنلحس له الجزمه بسبب. انت عايز تقول ايه؟ انا مش فاهم. خلاص احنا كده فاضل لنا حاجه واحده، احنا نطبع الصور اللي قلنا عليها ونبدا نحكي في الاساطير والحكايات اللي اتفقنا عليها. تمام؟ بقولك والنبي يا اسطى، وانت بتطبع الصور اعمل لي صور زي دي اللي هي بتاعت وانتد. بتاعت ايه؟ وانتد هو مطلوب. وانتد حاضر، هعملك وانتد. تعمل لي اتنين. ماشي، واحده وانتد وواحده وانتد. البرتو. نعم. انا عايزك تبات هنا، مش ما ينفعش حد يشوفك. ابات هنا اهو. ابات هنا في المكان الحلو ده. ايوه البرتو، بدل الزريبه مع البهايم. شوف لنا الباب بره عشان نخرج دلوقتي، لا يكون حد باصص علينا. حاضر. يلا. حاضر. يلا تعالى. ها ايه؟ يعني بص، الناس كلها بره مستنيين وباصين لباب البار. لا لا لا، مش عايز اي قلق، بلاك دايما عنده حل. نخرج من الباب الوراني. يلا بينا. يلا بينا. يلا يلا بينا. ياه، انا ازاي ما خرجتش من الاسطبل الفتره اللي فاتت دي كلها؟ ياه، ده البلد فيها حاجات جميله جدا. هو ده هو ده هو، وكمان سوداني وكمان بزر. البرتو. مين؟ البرتو برافيرو. ماما. ماما ايه؟ هو انا جايبه لك الرضعه؟ ما هو ماما الوحيده اللي كانت بتقول لي برافيرو. خلاص اعتبرني ماما يا حبيبي. هو انت مين؟ انا ماري، بشتغل هنا في البار. تشتغلي في البار ايه؟ بشتغل فتاه ليل. الله، دي شغلانه حلوه قوي، فتاه ليل. شغلانه حلوه ايه؟ انت عارف يعني ايه فتاه ليل؟ ما اكيد في فتاه ليل وفتاه نهار. انت فتاه ليل بتشتغلي بالليل، فتاه النهار بتشتغل بالنهار. حاجه زي كده، بس ثواني عشان في واحده صاحبتي عايزه اعرفك عليها. يا كيتي يا كيتي. دمبري دمبري جلا 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 جلا. دمبري دمبري جلا 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 جلا. او علم يلعب. هي دي صاحبتك؟ لا اكيد مش هي. تعالي يا كيتي. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ انا ازاي ما خرجتش؟ ازاي ما خرجتش الفتره اللي فاتت دي كلها؟ ازاي؟ البرتو. انت عارف انت جاي هنا ليه؟ انا والرجاله اللي موجودين دول كلهم هنروح نحارب واحد اسمه كوشا ونضربه عشان هو مفتري وجاي عايز ياخد الفلوس بتاعت البلد، صح؟ صح. هو انت فعلا هتحارب كوشا، بس مش مع اهل البلد، انت هتواجهه لوحدك، هم مش هيقفوا معاك. وبعدين انت غلبان قوي عشان تواجه كوشا لوحدك. ولا يهمني. لا ده احنا جدعان قوي. لا لا لا، انت فاكره ده احنا من القصيرين؟ لا عادي يعني. لا يا البرتو، ما هي مش بالبق، كوشا ده قتال قتله وممكن يقتلك وهو مش واخد باله. المهم ان انا اخد بالي عشان لما اموت حد سالني قال لي انت مت ازاي، هقول له مش واخد بالي. لا ما ينفعش طبعا. اسمع يا البرتو. نعم. قولي لي يا برافيرو. اسمع يا برافيرو. ايه القرف ده؟ بص يا البرتو، احنا نعرف ساحر هندي جبناه دلوقتي عشان يعمل لك تعويذه تحميك من شر كوشا. لما يجي اسمع كل كلامه. ساحر هندي؟ ده جبتوه منين؟ من الهند. غريب قوي. لما يجي اسمع كل كلمه هيقول لك عليها. اوكي ماشي. اوكي ماري. نعم. انتهي الساحر. حاضر. يا راس الطائر الازرق المحلق فوق السماء الابيض المليان بالمطر المتراكم. مين اللي بيده على راس الطائر الازرق اللي بيطير فوق السحاب الابيض المليان بالمطر المتراكم؟ انا ماري، تعالى. وايه اللي فات ده كان اسمه؟ لا ده اسم الدلع. هو انا فاضي عشان اديه باسمه كله؟ تعالى بسرعه. ايه ده؟ اهلا وسهلا. فين الراجل اللي انت عايزين تعملوا له التعويذه؟ ده عبيط. اهدى ايها العجل المندفع. الله 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 الله، ده جاي يغلط فيا ولا ايه؟ ده مدح، هم الهنود كده بيحبوا العجل، وبالذات لو كان مندفع. انت يا ادرى بقى، يعني هو بيحب اما يقول لي عجل يبقى ده كده مدح يعني؟ نعم نعم ايها الجاموسه الهبله.
ميرسي كلك ذوق. ايوه البقره الحلوب. يا وي. ايوه الحمار المخطط. فكسي فكسي. ايوه القرد اللي على الشجر. كفايه يا ابو. انك لطيف ولك صوت نهيق متميز وانك حيوان. طيب نبدا الشغل بقى. اتفضل يا حيوان اتفضل. طيب شكرا. اوعى حد يخاف. نفسي في تعبان بيطير. وبعدين جاء داخل لنا بالبخور عامل نفس الشكل بتاع البخور هنا اهو. اولع لك هنا؟ لا لا ركز معايا بقى. حاضر اعمل لك التعويذه وربنا يستر. ربنا يستر. ماشي. أميتابا تشان، شاروخان، كيم كارداشيان، كيم كارداشيان. تعويذة مش راضية تتعمل. طب إيه أعمل لك إيه؟ لازم أحضر لك روح طيبة. أحضر ماشي. روح طيبة كده وقمر. الله يخليك. أصبر بقى. حاضر. عيد ميلاد جرحي أنا، عيد ميلاد جرحي أنا، عيد ميلاد جرحي أنا. الله أكبر عليك، بحبكم كلكم، الله أكبر عليك. جمال جدا، ربنا يخليكم، ربنا يبارك. ده عفريت. انا بقالي 20 سنه بحضر عفريت امي ما طلع لي واحد. ايه ده؟ انت قعدت تلعب في الراديو طلع لنا الاستاذ هاني شاكر. استاذ هاني شاكر؟ ايوه انا عفريت الاستاذ هاني شاكر يا حبيب قلبي. اهو اطيب واحد في الدنيا كلها اهو، هينفس لنا كل حاجه. استاذ هاني شاكر انا بسمعك من زمان قوي، انا بسمعك من وانا في بطن ماما. ربنا يخليك. ممكن تمدي لي هنا اوتوجراف؟ اكيد طبعا اكيد، اتفضلي. اهلا وسهلا. انا بحبك قوي. وانا كمان بحبك جدا. وانتي لسه بتسألي انتي بالنسبة لي ايه؟ انت يا عم العفريت انت، احنا لينا طلبات ممكن نطلب يعني وكده؟ انت ليك عندي ثلاث طلبات يا حبيب قلبي، بس عشان انفذهم لك وبما ان احنا فروعات البقر يبقى لازم تغني لي حاجة انجليزي. غنيلي. طيب حاضر. تغني حاجة انجليزي؟ لازم. اتفضل. وحشتني نمبر اوف ستار اوف سكاي اي ميس يو نمبر اوف وورد اوف لافر اي ميس يو ان افري داي 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 ان افري داي وكم تو تشنج دريم تو ترو كم 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 I'm afraid tomorrow يفرقنا and you my lovely ما صدقنا you back to me say to me I miss you. يا استاذ ثاني اهو ما شاء الله. الله اكبر عليك. نطلب يعني وكده وخلاص؟ لا ما ينفعش. هو مين اللي هيتعمل له التعويذة؟ اهو مستحيل. انا حضرتك. يبقى لازم تقول لي حاجة. اقول لك حاجة؟ لازم تقول لي حاجة. انا لازم هنعمل ايه؟
قول لي something أي anything قول لي something أي anything say I love you say I hate you say we may say we may يهمكش anything قول لي want you قول لي sold you بس قول لي anything يا حبيبي. انت مين؟ انا عبد الحليم حافظ الله يرحمه. ده انا بسمعك من زمان، انا بسمعك من وانا في بطن ماما. انت عملت كل حاجه وانت في بطن امك؟ طب تمام كده يا استاذ. استاذ هاني شاكر طبعا. ايه الاخبار؟ طيب فوق مرتطاع. تعالى بس عايزك حاجه. عايز مخدرات؟ عايز ايه طيب؟ المصل السحري بس المصل دوت الخطير اللي بيعمل حاجه ما نزلتش بيه النهارده. اه صح كلموني هم اتفضل. جبتهولك ايه ده؟ هو ده؟ اه يا نهار ابيض. ده جميل. ربنا يخليك. ميرسي يا استاذ هاني. ربنا يخليك. هتروح على فين؟ انا رايح صوت الحياه بقى عندي تصوير هناك. طيب يلا. معاك. تعالى بقى هنعمل احلى تعويذه في الدنيا. اتفضل. اهي مجنون. تمام يلا التعويذه السحريه. احنا رحنا السيده ولا ايه؟ الله حي الله. البرتو ايه ده؟ هو مات؟ لا بكره الصبح تدوله رشتين من بتاع دوت. ماشي. بعديها هيبقى تحت حمايه الارواح الطيبه الشريره، وساعتها هيبقى اقوى واحد، بس بشرط لازم حد يستفزه. اللي هيتخانق معاه لازم يستفزه، وساعتها محدش هيقدر عليه. سيبا سودا خش لما يجي هنعمل معاه ايه؟ دي مشكلة كبيرة قوي. دمبري يا جدع انت عايز مننا ايه؟ عايز مننا ايه؟ ده حاجة غريبة قوي. عايز مننا ايه؟ دمبري يا جدع اسكت بقى. جلاجوليا ريتش. ايه يا ريتش؟ هنعمل ايه يا ريتش؟ الخطه دي لو باظت ايه اللي هيحصل ريتش؟ هننزل نلحس جزمه كوشه وهتبص الجزمه ونقعد خدامين الجزم بسببكم. لا 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 ريتش، انت طول عمرك متفائل وفي بسمه امل في وشك، ان شاء الله الخطه هتنجح. يا جماعه ما تقلقوش، انا شفته في التدريبات كان مركز قوي. لا 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 بس هو كان فاشل جدا. طب كويس جدا، يعني خلص كل الفشل، ما قداموش غير انه ينجح. خلاص صح. كوشا وصل الحقوا الحقوا. كوشا وصل. دمبري جلاجولا. احنا ما نفهمش يا ده ايه ده؟ جمبري ايه وليله ايه؟ انا ناقص هم. ايه ده بس؟ ايه ده؟ مش كفايه اللي جاي هيموتنا؟ عازم الحاجه هتبوظ. ايه ده؟ كوشا ايه ده؟ يا لهوي ده كوشا. حد فيكم يعرفني؟ ساكتين ليه؟ عشان مش عارفيني ولا عشان خايفين مني؟ مش ده رفيع بيه؟ اخرس يا بكس. لا خلاص احنا ما بقيناش نخاف منك. اذا كنت انت قوي ففي اللي اقوى منك وهو ربنا.
عليه العود ومنه العود. انا قلت البوز جزمته، انا قلت البوز جزمته. كنتاكي كنتاكي KFC يعني كل فراخ سخنة. كوشا كف واو شين يعني كل واشكر. احنا واقفين في كويدر يا اهبل انت. كوشا كوشا المجرم الجبار يعني دوس على الزرار وارفع الشعار، يعني كل ولاية وليها محطة الا تكساس وليها مطار. كوشا كوشا المجرم الجبار، 60 عملية قتل في ولايات مختلفة، 70 عملية سطو مسلح، 50 عملية قلب مفتوح وزراعة قوقعة. قلت لك يا حيوان اللي بيني وبين ربنا ما حدش يعرفه. في ايه؟ الناس هيقولوا بنرأيها ولا ايه؟ آسف آسف. كوشة يعني سفالة، يعني وضاعة، يعني قلة أدب، يعني تحب تموت ازاي؟ عادي ولا سبايسي؟ أو 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 أو. قلت لك ما بحبش السبايسي يا كنتاكي. كوشة المجرم الجبار. ما خلاص يا عم كنتاكي، في ايه؟ الراجل قال لك ما بيحبش السبايسي يا اخي، ايه يا كنتاكي؟ ما تخلف وشك حبة كاتشب يا اخي. انا ما بتكلمش كتير. املاتكم وفيسبوكاتكم وفلوسكم وذهبكم وغياراتكم. ازيك عامل ايه؟ السلام عليكم، ازي حضرتك؟ يكونوا جاهزين قدامي خلال ساعة عشان اسيبكم احياء ترزقون. يا لهوي، فين الزفت البرتو؟ مش عارف، هو هيكون مضى للاهلي. اه صحيح، انا سمعت ان في عندكم واحد شرف كانت اغانيه مبرغره. ايه اغانيه؟ كانت مغرقه برنامج انا والنجوم وهواك. كان بيسليني الصراحه، طول ما انا ماشي في الطريق ما كنتش بخاف من حاجه. كوشه يعني ما بيخافش، يعني ما بيتهددش، يعني دوس على الاورج بحنيه وسمعني ليالي الحلميه. لا 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 لا. يعني هخرج اسرق البنك اللي على الناصيه، تمام؟ طب. ربنا يوفقني واسرقه وارجع لكم تاني. ماشي. ارجع الاقي كل الحاجات اللي طلبتها جاهزه. يلا يا كنتاكي. كنتاكي انا هقفل لك فرع المعاد، كلت منه دينر بوكس وجع لي معدتي امبارح. على فكره انا كريسبي، يعني لحمي ناشف قوي. اتكلوا على الله. استنى عندك يا كوشه. ايه دي؟ ايه رايك؟ ايه رايك؟ حلوه داخله داخله، ظبطت بالظبط. انت بقى البرتو؟ انا البرتو الشهير ببرابيرو. القرف ده، انت هتسحبني ولا ايه؟ انت صاحبي، ما تتصلش معايا. في ايه؟ ها؟ ايه؟ ايه؟ انت ازاي يعني داخل هنا وعمال تقول فلوسك ايه ده ايه ده ايه ده؟ ما فيش رجاله هنا ولا ايه؟ الله، سمعت عنك كتير يا برابيرو، بس اللي يسمع غير اللي يشوف. وانا ما بحبش اسمع، انا بحب الفعل. قل لي يا برابيرو. نعم. سرعتك ايه في ضرب النار؟ مش مهم السرعه، المهم الدقه. تصدق صح؟ صح والله، المهم الدقه. ها ماشي يا برابيرو، بس اللي جاب لنا قالوا ايوه اللي يلعب الدح ما يقولش يح. ايوه انا مال، انا هو اللي شتم مش انا. يعني اصل انت ايه، هتحط التفاحه دي فين؟ ايوه حطها على راسي. طب والنبي حط العنب في الثلاجه عشان ما يبص. انت واقف عند فرغاليا؟ واقف عند فرغاليا انت؟ واقف. يا كوشة دي تقوس الضرب. تقوس الضرب تعمل ايه؟ يا رب بلدي وحبايبي والمجتمع والناس. بسم الله. سمير؟ ايوه. انتوا بتتكلموا؟ بتتكلموا ولا ساكتين؟ انتوا مخبيين عني حاجه. ايه يعني؟ عادي يعني. سمير
وانا فار تجارب هنا. استنى بس اثبت 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 خليها في ايدك. امسكها في ايدك. ما تاكلهاش، امسكها في ايدك، حطها جنب القلب هنا، جنب القلب هنا كده، واوعى صباعك ده عشان ما يتعورش. ايوه كده. استنى، شايف التفاحه دي؟ ايوه شايف. ها؟ شايف. ايه ده؟ ما تعرضهاش والنبي علينا. يا كوشه. ايه؟ من مرعب بس وبتاع. من امبارح الهوا جه في عيني. غمض عينك. ها؟ يلا. شايف التفاحه؟ شايفها. لا مش شايفها، انت مغمض. شايف التفاحه دي؟ ايوه شايفها اهي. كيف؟ بص انا مسافت منها قد ايه، وبص انا مغمض ازاي. ايه الاتنين راحوا؟ الاتنين راحوا. ها؟ ايه رايك؟ لا دم دفحت دي، دم دفحت. ولسه كمان، لسه كمان افرجك. شايف الكوبايات اللي على البار دي؟ ايوه شايف. ها شايفها كويس؟ شايفه. اول كوبايه. اي الثانيه. الثالثه. ها رابطينهم بفتل وبنشدوهم. ليه احنا مجهزين كل حاجة؟ شايف ازازة الخمرة اللي هناك؟ لا مش مظبطينها دي. ولسه كمان، ده في حكايات مرعبة عني هم مألفينها يحكوا لك عليها دلوقتي. ها عايز حاجة ولا ايه؟ مش تعزمني على حاجة؟ تحب تشرب خمرة؟ أنا ما بشربش خمرة وأنا بشتغل عشان اركز في شغلي. ما شاء الله ربنا يقويك. الحمد لله. يعني انت مش هتشرب معايا خمره؟ لا انا ما بشربش خمره، لان لو شربت خمره هتجنن عليك افرتكك في بعضين. تفرتك مين يا عم؟ واي كلام وخلاص. لعلمك انت هتشرب كاس وانا كاس، بعد كده انا هاخد بتاع اللي بيفوق وانت تقعد تكمل. مش قلت له كده ولا ايه؟ ما ينفعش نقول له. بقول لك ايه؟ انا خارج اسرق البنك اللي على الناصيه عشان الساعه دلوقتي 2 الا ربع والبنوك بتقفل الساعه 2. اروح اسرق وارجع تاني. هو انت رايح تفك وديعه؟ انت رايح تسرق مقفول زي مفتوح يعني؟ انا ليا كده طقوس في شغلي بحب اعملها. ماشي يا عم الطقوس. ماشي ارجع الاقيكم جاهزين الحاجه. ماشي. وبالنسبه لك انت هبرابيرو. انت عجبتني يا اخي. بقول لك احنا مش اصحاب. ما تقابلني على القهوه بالليل. في ايه؟ مش اصحاب يعني؟ لو اصحاب نعمل كده عادي. عادي يعني. اصحابك بيعملوا معاك كده طول الوقت؟ مش كلهم. انت بالنسبه لك رفعت عني كثير يا برابير والله. بس لو حابب، ما تهديد في تهديد. بس لو حابب اتعيش. اتعيش؟ اتعيش وما تتجدلش. وما تتجدلش على يد. ما تتجدلش. وما تتجدلش على يد كوشه التاوى. التاوى يا برابير. التاوى؟ قوم يا انت بتبص لي كده ليه؟ انا اسف. اسف ايه؟ انت متخلف يعني؟ انا اسف. استنى خد ده معاك، خد ده معاك. ما انا ده باخده، بيجي ورايا دليفري ده. تعال. يعني ايه؟ تعبنا راح في شويه تفاح؟ نهار اسود ومنيل. يعني خلاص ده ما خافش منه خالص. انا الحق بقى استخبى عند ابن عمي في تكساس. يا جماعة ايه الخوف اللي انتوا فيه ده؟ ايه الرعب اللي انتوا فيه ده؟ يعني انا اللي جاي جديد عليكم في البلد ومش خايف وانتوا اللي مرعوبين؟ معقولة؟ معقولة؟ انت اصلا مكانك مش هنا، مكانك في الاستابل مع البهايم. انت حمار. ايه ده؟ انت بتقول انا حمار؟ انت بتنرفزني. انت بتقول انا حمار؟ بيقول انا حمار، بيقول انا حمار. مالك؟ شد عضل بس. ايه ده؟ انت عملت كده ازاي؟ ازاي ده حصل؟ انا ما بتنرفز، ما بشوفش قدامي. طب يلا يلا، يعني اي حد ممكن ينرفزك بيحصل له كده؟ ما بشوفش قدامي، بضرب سيمون. واحد اتنين تلاتة اربعة، الخمسة بتيجي في رجل اللي قدام على طول. سيمون يلا نرفزها. سيمون يلا.
سيمون ايه؟ هو انا سيمون المطربه؟ لا طبعا مش مستغني عن ركبه. انت كل حد عايز يعمل اي حاجه كل على بلاك. خلاص يلا تنرفز مني انا. انا بنرفز اهو. انت طيب؟ انت طيب يا بلاك؟ لا مش طيب، شرير انا. يلا يلا والله طيب. لا شكلك يلا انا شرير. يلا تنرفز مني. مش عايز ينرفزنا اصلي. طب يلا بقى يا حيوان بتاع البايم يا حمار. حمار؟ هتشول حمار؟ لا العتبه جزاز وسلم نايلون. هو احنا واقفين حراس مرمى؟ مالك؟ جالي شد عصبي. الف سلام. ايه ده؟ ازاي كده؟ ازاي؟ انت كنز، انت ثروه. بقول لك ثروه؟ ثروه مين؟ ثروه حاجه حلوه. انت حاجه حلوه. اول ما يجي كوشه هتضربه بالنار. تمام؟ تمام، بس لازم ينرفزني الاول. هينرفزك واحنا هنساعدك. ماشي ماشي. يلا فين كوشه؟ هيجي اكيد دلوقتي. يعني فين هو؟ ما جاش ليه؟ هو زمانه بيسرق البلد. يا عبد سلام. انا بنانا بنانا شرير. يلا كوشه. يلا يلا كوشه. يلا 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 كوشه. يلا مالكش دعوه بالبلد دي. البلد دي تتكل على الله وتخرج منها كده اهو، بدل ما ايه اشقلطك هنا. ده انت بقى اللي بقيت تتكلم عنيهم. عنيهم؟ انا بتكلم عنيهم. عايز حاجه ولا ايه؟ ده انت بقى البرم اللي فيهم. انا البرم اللي فيهم، ولو ما سبتش البلد دي بالطبنجه وهضرب في السقف. تضرب في السقف اهو. نرفز. اعمل ايه؟ عصابه. هو بيكلمك كده ازاي يعني؟ ما عصبنيش. ما انت هو يعصبك انت تنرفز. غل ما جاش فيه عشان كده. طب بقول لك ايه يا البرده، انت عصفوره. اوبا، قال لك عصفوره. اوبا ايه عصفوره؟ دي حلوه، انا بحب العصافير. بتنرفز يا عم؟ بتنرفز. ما هي دي ما بتنرفز. عصفوره ايه يا عم؟ ابو فرخه. فرخه؟ انت مشترك في نادي الصيد ولا ايه؟ فرخه ايه وعصفوره ايه يا عم؟ او بطوطه. ده جاي من ميكي. بطوطه ايه؟ او فلوطه. مش راضي ينرفزني. اعمل له ايه؟ بتنرفز. ما هو مش راضي ينرفزني. او تمساح. تمساح؟ شفت بقى؟ بس ما بيتضايقش تمساح يعني. ذكائي لطيف جدا، بيمشي طول الوقت عمال يعمل بقه كده، لطيف جدا يعني. او عنده اسهال. تمثال عنده اسهال؟ تمساح عنده اسهال؟ ايه ده قرف ده؟ استنى شغال. استنى يا رب يا رب يوم التصوير يموت يا رب. ياح ياح. ايه وانا ضربك بعود كبريت؟ انت اتلسعت. ازاي عامل كده يا كنتاكي؟ ده شيء الخلطه. او 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 عرفت انا ممكن اعمل ايه؟ اللي جايه بقى يا معلم واحنا مليناها خلاص. ها؟ لا اللي لا. جايه ان شاء الله هتبقى اعلى شويه في قلبك هنا. لا ابوس ايدك. خلاص يا معلم برابير، انا محسوبك خلاص. البلد دي ما تخشهاش تاني. وفلوسك بغياراتك بفيسبوكاتك بايميلاتك كله يجي لي هنا. من عينيا يا معلم البرتو، من عينيا. يلا اتكل على الله. شكرا يا معلم، ربنا يخليك ان انت سبتني حالي. خد يا حرامي. احنا لازم نحتفل بالبطل البرتو. قبل ما تحتفلوا انا عايز فلوسكو وذهبكو وكل اموالكو عشان احميكو. ايه ده؟ انت نسيت انك عبد؟ عبد مين يا عم الحاج؟ فلوسكو لو ما جاتش انتوا عارفين انا بعمل ايه. تك 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 هوديكم 60 داهية. طب احنا اللي عملنا كده في نفسينا. خدني مساعد معاك. ماشي. المساعد بتاع كوشة كان اسمه ايه؟ كان اسمه كنتاكي. انت ماكدونالدز؟ لا سميني الشبراوي. طول عمرك شعبي. ماشي. عموما فلوسكو تجيلي لغاية عندي. يلا احتفلوا. عشان احتفل. احتفلوا. دمبري دمبري. خد خد تعالى. احنا في قمصه. ايه يا عم كل شويه رايح جاي؟ انت بتبيع يوم مفيش بحر هنا اصلا. يا سلام، ما انت عاملين رعاه بقر وما شفناش ولا بقره. دمبري دمبري. يلا قول لي يلا قول لي. ها احتفلوا. لا مش هنحتفل.
مش هتحتفلوا؟